الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي في حصد 14 ميدالية ببطولة العالم التي أقيمت مؤخرا باستراليا. قدم لاعب مصر أداء مميزا خلال البطولة العالمية، كانوا مثالا للالتزام والانضباط واللعب بكل حماس وقوة، طمعا في إعلاء اسم مصر عاليا خفاقا، مما دفع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استقبالهم بمطار القاهرة فور عودتهم من الأراضي الأسترالية. حصل نجوم الفراعنة على 14 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات ومثلهم برونزية، وجاءت هذه الميداليات عن طريق 8 ميداليات في ألعاب القوى و4 ميداليات في تنس الطاولة وميداليتين في السباحة في بطولة شارك فيها 1000 لاعب ولاعبة مثلوا 48 دولة من مختلف أنحاء المعمورة. بذل لاعب مصر الغالي والنفيس لتحقيق أحلامهم بحصد الميداليات في البطولة العالمية. هو لم يتأتى من فراغ، فجميعهم خاض رحلة طويلة من التدريبات الشاقة لتجهيزهم بأفضل شكل، وذلك قبل السفر لخوض البطولة الدولية. كما أن رحلة التتويج بهذه الميداليات لم يكن أبطالها هم لاعبون فقط، وإنما وراءهم أبطال موازون، هم عائلاتهم الذين تحدوا الصعاب وواجهوا المجتمع. لم يهربوا بأبنائهم من الحياة، بل آمنوا بضرورة احتضان كل ابن وابنة من ذوي الإعاقات الذهنية لتحقيق الحلم والهدف في البطولة. يسعى الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية لاستمرار مسيرته مع عالم الإنجازات والبطولات، بعدما حصد غلة وفيرة من الميداليات في بطولة العالم التي احتضنتها استراليا، على أن يبدأ في التخطيط للبطولات القادمة سعيا وراء كتابة المجد من جديد. هنسيب المنشطات وهنسيب حاجات كتيرة، لكن أكيد النجوم اللي قاعدين معايا قادرون باختلاف. نجوم أبطال، نجوم بيشرفونا وبيرفعوا علم مصر كمان في كل محفل دولي. أكيد لازم أرحب بيهم، مبسوط جدا إن هم معايا النهاردة، وفعلا أبطال بيحققوا إنجازات عالمية كتيرة جدا على المستوى العالمي، وفعلا لازم نرحب بيهم. معايا كابتن مؤمن عبد الرحمن، ألف مبروك ومنور ومشرف. ومعايا كابتن فاطمة الصاوي، بطلة ونجمة من نجومنا في السباحة. كابتن فاطمة ازيك؟ عاملة ايه؟ انتي عاملة ايه؟ كويس؟ كويس الحمد لله. ألف مبروك على الميداليات. الله يبارك فيك. قوليلي بقى، الميدالية دي أحلى ميدالية عندك ايه؟ كل دول 35 35 ميدالية. 35 ميدالية. لما تتكلم على 35 ميدالية بطلة، أكيد دي حاجة خيالية، حاجة جميلة فعلا، حاجة تشرف وحاجة تسعدنا كلنا. كابتن مؤمن قول لي، جبت الميدالية الذهبية في أي سباق؟ خدت الرابعة. كويس. سبعة من ثمانية. من ثمانية. أخدت في المتنوع، في سباحة متنوع، صح؟ اه. قول لي، تقول ايه لبابا وماما النهارده كده وانت على الهوا، تقول لهم ايه؟ كل فرحان، كل مبسوطين، الحمد لله ان فرحان ولاد محمد اسلام، مطمن مشيت. مبسوط؟ نعم مبسوط. اكيد مبسوط. كلنا كمان مبسوطين. وقبل ما نتكلم مع كابتن فاطمه، هنخرج للمهندسه امل مبده، صانعه الامل ورسمت الامل والبسمه على وجوه كثيرين من هؤلاء اللاعبين اللي فعلا مشرفينا قادرون باختلاف. معانا المهندسه امل مبده، رئيس الاتحاد الرياضي للاعاقات الذهنيه. مساء الخير يا باشمهندسه. باشمهندسه امل، معايا مساء الفل. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا كابتن خالد؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ انا الحمد لله سامعني كويس؟ انا سامع كويس. انت سامع كويس؟ انا سامع كويس. تمام. عايز اقول لك الف مليون مبروك، بترسمي البسمه على وجوه المصريين بصراحه. والله فعلا والله بتديني اكتر من حقي اللي بيرسم بسمه الابطال اللي قدامك دول. اكيد كابتن فاطمه وكابتن مؤمن.
بالظبط الحمد لله، والباقي المنتخب مصر اللي كان بيشرفنا في استراليا وعملوا نتائج الحقيقه الحمد لله رب العالمين. ان احنا مصر راجعه ب 14 ميداليه في اول بطوله عالم منذ التاريخ. ان مصر تشارك في اول بطوله عالم في الاتحاد الدولي وبالنتيجه دي، فالحقيقه انا فخوره جدا بانجازات ولادي، يعني ربنا يبارك فيهم وفي اهاليهم اللي هم دايما اقول هم الابطال الحقيقيين ورا الابطال دي. كنت يبقى حضرتك موجوده معانا واتكلمتي اللي كان عندك هدف ان لاعبتنا دي تلعب في بطوله العالم، وفعلا لعبوا في بطوله العالم. كلمينا عن الاستعدادات اللي حصلت قبل بطوله العالم اللي قدروا ابطالنا اللي متواجدين معانا واللي ما جوش النهارده وحققوا 14 ميداليه من في البطوله. بص الحمد لله الاتحاد، رغم ان احنا عمر الاتحاد قصير يا كابتن خالد، احنا بقالنا بس 4 سنين. الاتحاد تم انشاؤه سنه 2014 بقرار وزاري من معالي الوزير طاهر ابو زيد. بعد كده طبعا خدنا كل الدعم من المهندس خالد عبد العزيز، ومستمرين في دعم يعني الحقيقه من الوزير معالي الوزير اشرف صبحي اللي كان امبارح معانا في المطار، وهو الحقيقه يعني من الناس اللي مؤمنه جدا بقضيتنا وواقف معانا. فاربع سنين في عمر الاتحاد ان اولادنا يوصلوا لهذا المستوى، ويعني انا بشكر ربنا طبعا لان احنا معانا منظومه قويه من المدربين ومن اعضاء من زملائي اعضاء مجلس الاداره اللي يعني بنعمل اقصى جهد عشان ولادنا يظهروا. والحقيقه احنا خدنا اشاده في بطوله العالم في استراليا ان ازاي احنا في الثلاث، لان احنا عارف يعني اشتركنا في الستيك في التنس الطاوله وبعدين رجعنا تاني في السباحه في المكسيك، فهم برضو شايفين التقدم اللي احنا بنحرزه شويه بشويه. فالمره دي الحقيقه يمكن انا زملائي، انت عارف انا عضو اتحاد دولي كمان، مظبوط، زمايلي في الاتحاد الدولي قالوا لي يعني ازاي مصر في الوقت القصير ده انتوا عملتوا كده. فالحقيقه ده اللي دايما بقوله، احنا ما بنعملش كده لوحدنا، اللي بيعمل كده الاهالي المدربين، المنظومه كلها الحمد لله ماشيه كويس. انت عارف قصه التصنيف وفضل الاعاقات دي حقيقه تجربه مصريه خدها مننا الاتحاد الدولي. انا عارف ان حضرتك اساس في هذا الموضوع، لكن مش هسيب اولياء الامور تعدي، عايز رساله من حضرتك النهارده وانت علاوه كده رساله لاولياء الامور الابطال والنجوم دول، ورساله كمان لاولياء الامور اللي ولادهم مش بيلعبوا. بص انا هقول، امبارح كان في مقاله كتبها الكاتب ياسر ايوب، الحقيقه انا يعني يمكن انا عيطت وانا بقراها. هو كان بيقول انه بيطلب من رئيس الجمهوريه انه التكريم لاولادنا، وان هو يقابلهم مش بس تكريم الابطال دول، بيقول ان الابطال الحقيقيين هم الامهات والاهالي، اللي رغم ان احنا لغايه دلوقتي يا كابتن خالد في سخريه من المجتمع، وفي ناس مش هقول كل المجتمع طبعا، بس في ناس شايفه ان اولادنا قليلين و الى اخره، لكن هم دول اللي قدموا قدرات اولادهم ووصلوا ده. فالحقيقه امبارح يعني انا مش هقدر اقول اكثر من اللي ياسر ايوب قاله. انا بقول انه بحيي الاهالي وبشد على ايدهم وبقول لهم انتوا الابطال الحقيقيين، انتوا زي امبارح حد كان بيدعي لي وبيقول لي انتوا عملتوا، قلت لهم احنا ما بنعملش حاجه، هي في الاخر اللي بيعمل التورتايه كلها انتوا والمدربين، احنا الاتحاد بيجي نحط الكريز اللي فوق ان احنا نكمل المنظومه، نشترك بالولايات الدوليه، لكن الحقيقه انتوا اللي ورا كل الانجازات دي. بس اكيد برضو ايمان، اكيد انا مش مهندسه، اكيد ايمان حضرتك بالفكره وبالتحدي الكبير ده كانت حاجه مهمه جدا ان الاولاد يوصلوا كده. لكن خليني اقول لحضرتك كلمه مهمه جدا، في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموضوع اختلف كمان معاكي، زاد اهميه، اكتسبتي ايه او اكتسبوا ايه الولاد دول في العصر ده؟ لا بص الدنيا اختلفت خالص يعني. أيوة. يعني في الاربع سنين يعني انا كنت بشتغل في اول ايفنت فخامه الرئيس حضره. ايوه لا في الاربع سنين احنا بقينا في حته ثانيه، بقى الاعلام بيسلط ضوءه على اولادنا على انجازاتهم، دلوقتي بقى في مساواه بعد الحفله بتاعه قدرون باختلاف، لو حضرتك تفتكر انت صدفتني طبعا طبعا في وجود الرئيس، والرئيس اعلن لاول مره هيبتدي يبقى في مساواه في المكافآت ما بين اللاعب الغير معاق والمعاق اللي بيحرز ميداليه دوليه او اولمبيه. يعني بص ابتدوا اولادنا يتحطوا على الخريطه. انا احكي لك قصه صغيره لو وقتك يسمح. اتفضلي. بعد الحفله بتاعت قدرون باختلاف، ففي ام من الامهات كانت في مكان ما بتعمل بتتسوق يعني، فالمكان ده بيخلي الام اللي بتتسوق او يعني الاهالي ان هم ممكن يحطوا ابنهم وبنتهم في زي بارك كده يلعبوا. فالام عندها بنت وولد، بنت مش معاقه وولد معاق،
فقالت له من فضلك خد ابني وبنتي وبتدفع لهم الفلوس كده. فالراجل قال لها، الموظف قال لها لا انا هاخد الغير معاق ومش هقدر اخد ده. وهما الاثنين عندهم نفس السن 4 سنين وخمس سنين او 5 سنين وست سنين. كويس. فانا بقى لقيت الام بتحكي لي وقالت لي، قالت لي انا وقفت وقلت له السبيبه معناه انت يعني انت مش فاهم انت بتقول ايه، انت مش عارف رئيس الجمهوريه بيعمل ايه، واقف جنبهم ازاي، بيساوي في ظهرهم ازاي. فانت متخيل يا خالد يعني الموضوع بقى ايه، ان انت بقى ليك ظهر تستند عليه بقى الولاد. فندم اتفضلي اتفضلي معاكي. فالولاد بقى ليهم ظهر والامهات بقى ليهم ظهر، حاسين ان في سند من الدوله، حاسين ان لما راس الدوله ينور على قضيتنا ويقول انا معاهم فلازم البلد كلها تبقى معاهم. عشان كده احتفاليه قدروس باختلاف انا بالنسبه لي هي مش حفله وغنى ورقص، هي دايما بتفكر الناس ان احنا موجودين. اكيد لما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون هو مدعم الامور اكيد كلنا كمان، اكيد من نواحي كتيره جدا لازم يكون دعم اساسي، زي ما احنا بندعم ولادنا في الرياضه العاديه لازم ندعم ولادنا لان دول ولاد مصر اللي برضو بيرفعوا اسم علم مصر. سؤال اخير، عايزك بس تكلميني عن كابتن فاطمه وكابتن مؤمن معانا النهارده، تقولي ايه كابتن فاطمه النهارده يا باشمهندسه؟ باشمهندسه امل معانا؟ اعتقد الخط قطع. فاطمه قولي لي، قلتي لي حاجه مهمه قوي اول ما دخلتي، عايزه تلعبي فين؟ في السباحه. كويس، فين بقى؟ عايز تلعبي في نادي ايه؟ في نادي اتحاد الشرطة. كويس، بتلعبي في اتحاد الشرطة؟ ونفسك تلعبي في نادي الأهلي صح؟ في نادي الأهلي. عايز تلعبي في نادي الأهلي. صح. كويس قوي، بإذن الله يا رب صوتنا نضم صوتنا لصوت فاطمة، علشان حاجة مهمة جدا إن فاطمة تكون بإذن الله متواجدة في نادي الأهلي، إن هي دي أمنية عندها تكون بتلعب داخل جدران النادي الأهلي. لكن كابتن فاطمة جايبة معاكي إيه اللي قدامك؟ ايه اللي قدامك يا كابتن فاطمه؟ الدبدوب. قولي لي ايه الدبدوب؟ بتاخديه معاكي في كل حته؟ كل حته. صح. بتحبيه؟ انا بحبه. طب قولي لي، تقولي ايه لماما وبابا النهارده كده على الهوا، تشكريهم تقولي لهم تعبوا معاكي ازاي وكده؟ تعبوا معايا. كويس، ادي واحد. انا بحبك الريس. بتحبي؟ ايوه، دخلنا في الريس، تكريم، كرمك سياده الرئيس وتكرمتي دايما تبقى معانا. كويس. وانا نفسي ابعد وانا العب، انا نفسي ابقى في عدوى، انا العب في نادي الاهلي وانا ما عنديش نادي. وانت ما عندكيش نادي، انت تعرفي نادي طلعت حرب مفيش مشكله، لكن قولي لي سياده الرئيس، تقولي ايه سياده الرئيس لما كرمك؟ انا بحب كابتن احمد عبد المجيد. كويس. مدير الاتحاد. تمام. وكابتن محمد هواري بيضربني في السباحه. ما شاء الله عليك يا فاطمه، مبسوط بيكي جدا، فرحان بيكي جدا، كلنا فرحانين بيكي. ميداليات كتيره مع كابتن فاطمه، صدقوني كفايه رسمه البسمه مدير الحاجه ومدير الاتحاد، هي بتقول لي ونقول مدير الاتحاد، هي فرحانه مبسوطه بكل حاجه عملتها عشان كل الناس فرحانه، مدير الاتحاد، مهندسه امل، الناس كلها، وبابا ماما وكل الناس، ودي حاجه حلوه جدا. كابتن مؤمن قول لي استعديت ازاي للبطوله دي؟ عملت ايه؟ كنت اتمرن ازاي؟ في حمام السباحه في النادي الاهلي؟ عملت كتير، لان انا كتير. اتمرنت كتير. كويس. لعبت نادي الشرطه الكلاسي. كويس. معنا كابتن احمد حكيم. احمد؟ كابتن احمد حكيم. كابتن احمد، تمام. عملت نوم عملت عشات. كويس. ومفافس اللي عملهم دولفين. وتعوم دولفين كمان؟ بس انا بعوم دولفين احسن منك. ايه رايك؟ كمان. تمام. بريست. وبريست كمان. فاطمه بتعومي ايه؟ بتعومي ايه، بريست ولا دولفين؟ متنوع. بتعومي دولفين؟ دولفين، باكو، بريست، وكرول. كلهم؟ اه. انت بتعومي احسن مني. انا بعوم واحده بس، بتعومي اربعه. نعم، اربعه. بتعومي اربعه، ببارك لك واقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك. نورتيني وشرفتيني، ربنا يكرمك يا رب، نورتني وشرفتني يا مؤمن. ودايما مع اولادنا في كل المجالات، هنكون مع اولادنا في الرياضه، مع اولادنا قادرون باختلاف، لازم نفضل معاهم في كل الاتجاهات. بكده خلصت حلقتنا او خلص وقتنا دلوقتي حالا، لكن دايما قلنا ان زي ما بنكون بنعمل سبوت على الرياضيين المتواجدين،
لازم نشوف نرجع للتاريخ ونشوف التاريخ كان بيكتب ايه في صفحات النادي الاهلي. اكيد لازم نكون عارفين. اكيد النهارده قول لي يا ماما. كرمت محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب؟ اه ما خد الميداليه، خد السباحه. اداك الميداليه دي؟ اه. او اداك الجايزه ده؟ اه جايزه. ماشي. مبروك. عفوا. كمان كابتن ماما مبسوط ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كرمه، ولكن نرجع تاني ونقول ان قبل ما هنسيبكم مع اللواء علي كامل.